أصوات غريبة زي دي ودي وده، وأغلبنا مش فاهمين في إيه. أنا فاهمك. أنتي كمان تتكلمي عربي؟ إيه الأصوات الغريبة دي؟ ليه بيتكلموا كده؟ ليه في ناس بتكره الصوت ده جداً؟ اتعرفوا على رولا. هاي ناس نيوز عربية، أنا رولا بيبي من مصر وبعمل فيديوهات ASMR على اليوتيوب. ASMR؟ يعني إيه؟ تقنية جديدة بتأثر على القنوات الحسية الذاتية، لما تسمعها هتحس بتمييل، استرخاء وإحساس ممتع من الدماغ للعمود الفقري والأطراف، وده بيحصل نتيجة تعرضك لمؤثرات سمعية وبصرية زي اللي بتعملها رولا. بعد تخرجها من كلية الإعلام وبسبب عشقها للكاميرات والتصوير فكرت في الفكرة دي، قلت لازم أعمله بالعربي. رولا من أوائل الناس اللي بتقدم المحتوى ده على يوتيوب باللغة العربية، لأنها اعتمدت الجانب المميز اللي فيه اللي بيحل مشاكل زي الاكتئاب، القلق والخوف، ضغط الشغل والصداع. يعني بدون حبوب ولا مهدئات، مجرد سماعات في ودنك وهتنام على فيديوهاتها بشكل طبيعي بكل هدوء. الASMR بيقلل من الشعور بالتوتر والوحدة كمان، رغم ان لسه مفيش دراسات او تفسير علمي دقيق للأحاسيس وردود الفعل العصبية الطبيعية دي، إلا ان الASMR فعلا بيريح ويفيد ناس، لكن في ناس تانية ما بتحسش بأي حاجة، وناس غيرهم بيجيلها إحساس مزعج جدا وغالبا بيعانوا من ميزوفونيا، وهي الحساسية من الأصوات المهموسة في ودنهم، ما بيقدروش يسمعوا أصوات صوتها واطي جدا. وللسبب ده ولأن ناس كتير مش فاهمين هي ليه بتعمل كده، رولا عانت من تنمر شديد على السوشيال ميديا، وبقت ترند للسخرية والاستهزاء بمحتواها. انت مقرفة جدا، تعصب الواحد قوي، انت باردة قوي، حركات مش عوضين، يا ريت توقفي فيديوهات، بتتعبيني، صوتك مزعج. ورد فعلي على التعليقات دي هو اني بحاول على قد ما اقدر اني اشرح لهم في كومنت باختصار بسيط جدا ايه هو اللي انا بعمله وليه بعمله. رولا بدأت في صنع محتوى مختلف ومميز وفكرة جديدة على العالم العربي، وبعد التنمر بقى ليها متابعين من كل مكان بتقدم لهم بالوشوشة والهمس وشوية اصوات غريبة شيء مريح لأعصابهم ومفيد لهدوءهم النفسي. ودي كانت أخبار تستاهل نشاركها. ناس نيوز عربية، تصبح على خير. مرحبا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو. لحتى تتعرفوا على قصص أكثر وشخصيات تانية تابعونا على فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب وتيك توك.